السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. إنجاز 70% من تسوية الأراضي المخصصة للاستزراع في رأس حيان. محافظة العاصمة تواصل توزيع السلال الغذائية ضمن مشروع غذاؤك في بيتك. وزارة الصحة تطرح مسابقة لتصميم شعار جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف عن تسوية 70% من الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان، وذلك تمهيدا لدعوة المستثمرين لإطلاق المشاريع الخاصة بتربية الإصبعيات للوصول للحجم التجاري وإمداد الأسواق المحلية، مما سيساهم في تخفيف الضغط على المصائد السمكية وخفض قيمة الأسماك المستهلكة من قبل المواطنين في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية طلع خلالها الوزير على سير العمل في مشروع تسوية الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان، كما اطلع على الخطط الإنتاجية الطموحة بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستويات الإنتاج من إصبعيات الأسماك المحلية. أكد مدير إدارة الرقابة البحرية في وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خالد الشراوي أن عملية منع الصيد في موسم الإخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالميا في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، والتي تصب في تحقيق الأمن الغذائي البحري. وأشار مدير إدارة الرقابة البحرية إلى وجود خطة متكاملة لدى وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وتحديداً وكالة الزراعة والثروة البحرية، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أولها توعية الصيادين بضرورة المحافظة على الحياة البحرية وعدم اصطياد الأسماك الصغيرة المحظورة واستخدام الشباك أو معدات الصيد الممنوعة، إضافة إلى وجود خطة لزيادة طاقم فريق الرقابة البحرية والدوريات البحرية، وذلك لتطبيق القانون وضبط الصيادين المخالفين. في إطار حملة في الناخير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، واصلت محافظة العاصمة توزيع السلال الغذائية ضمن مشروع غذاؤك في بيتك الذي أطلقته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث حضر الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة وسعادة السيد طه عبد القادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين عملية التوزيع التي أقامتها جمعية سيدات الأعمال الهندية ضمن نطاق العاصمة. وقد أكد المحافظ أن محافظة العاصمة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المتعاونة للعمل على تسليم المساعدات الغذائية للأسر المتضررة جراء فيروس كورونا، حيث تأتي هذه الجهود دعما للمشروع والحملة الوطنية، وذلك بما يسهم في تعزيز التكاتف المجتمعي وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، إلى جانب نشر ثقافة العطاء الإنساني التي عرف بها شعب البحرين. أكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة وضيوف مجلس المحافظة الافتراضي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي أن للمتطوعين جهودا جليلة في خدمة أهداف المحافظة المجتمعية لدورهم المشهود خلال أزمة فيروس كورونا من خلال رفع مستوى الوعي تجاه مخاطر انتشاره، مجسدين بذلك معاني العطاء والخير والمحبة لوطنهم ومجتمعهم. وأشاد رواد المجلس الافتراضي بالجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، منوهين بأن الدولة استشعرت منذ البداية خطر الجائحة وقامت بإجراءاتها الاستباقية وعززت التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة، والتي حظيت بإشادة وتقدير دولي.
وأثنى الحضور على جهود متطوعي محافظة العاصمة في القيام بمهام متعددة للحد من انتشار الفيروس من خلال التفتيش على صالونات ومحلات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية، وذلك للتأكد من تضمينها لاشتراطات وإجراءات السلامة من الفيروس، إلى جانب تعقيم بعض شوارع العاصمة بالتعاون مع وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني، منوهين بدور المتطوعين الإيجابي ومساهمتهم بشكل مباشر في تجاوز هذه الأزمة. أفادت إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم بأنه قد تم إرسال كلمات المرور الأرقام السرية للتسجيل الإلكتروني للطلبة البحرينيين من خريجي الثانوية العامة الحاصلين على معدل 90% فأكثر والراغبين في التنافس على البعثات والمنح الدراسية للعام الجامعي 2020-2021، وذلك من خلال الرسائل النصية على أرقام الهواتف المسجلة لدى مدارسهم. وتؤكد الإدارة ضرورة الاحتفاظ بكلمات المرور إلى حين إعلان خطة البعثات لاحقا. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. إعادة تمديد صلاحية جميع أنواع تأشيرات الزيارة السارية والمنتهية لمدة 3 أشهر إضافية. أعلنت وزارة الصحة طرحها لمسابقة تصميم شعار جائزة خليفة بن سلمان الخليفة للطبيب البحريني، وذلك انطلاقا من مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر باعتماد يوم الطبيب البحريني الذي سيتم الاحتفال به في شهر نوفمبر المقبل. ودعت الوزارة أصحاب المواهب الفنية والأفراد والمؤسسات والشركات والمكاتب المتخصصة إلى المشاركة في المسابقة والتي سيتم منحها خلال الاحتفال، كما توجه الوزارة الراغبين في الاشتراك في المسابقة إلى الالتزام بالشروط التالية. أجرى مركز البحرين للأورام 23 عملية زرع خلايا جذعية لمرضى سرطان خلال 7 شهور الماضية، فيما نفذ قسم العلاج الإشعاعي بالمركز 915 جلسة علاج إشعاعي لحوالي 260 مريض في شهر يونيو الماضي. كشف عن ذلك اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي، موضحا بأن أعداد المرضى في مركز البحرين للأورام تزايدت للضعف منذ يناير ولغاية يونيو 2020. أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن إعادة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة الصالحة والمنتهية لمدة 3 أشهر إضافية من 21 من يوليو الجاري حتى 21 من أكتوبر 2020. وأوضحت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه سيتم تمديد التأشيرات تلقائيا من تاريخ 20 من يوليو، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إتاحة الفرصة للزائرين لتعديل أوضاعهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس
فيروس كورونا، ونوهت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه على الزائرين الراغبين في تمديد تأشيرة الزيارة لمدة أطول تمتد لما بعد 21 من أكتوبر القادم تقديم طلب لتجديد تأشيرة الزيارة إلكترونيا من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية. صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الأشخاص إثر قيامهم بنشر إعلانات توظيف وهمية للعاطلين عن العمل دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات الرسمية، وذلك بغرض التكسب والاحتيال للحصول على مبالغ مالية. وأشار أنه فور رصد هذه الإعلانات في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، وذلك تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة. وأهاب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بضرورة التأكد من الإعلانات التي يتم تداولها في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.